موضوع آخر، ومراكز الشباب. مراكز شباب المحافظات فتحت أبوابها لتدشين مبادرة اسمها العيد أحلى بمراكز الشباب، واللي مستهدف تنظيمها طوال أيام عيد الأضحى المبارك. المبادرة دي يا جماعة يمكن بتستهدف لم شمل العيلة تحديدا في مراكز الشباب على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، من أجل تقديم البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية وتهيئة أجواء الاحتفال والبهجة. على مدار أيام العيد تشهد جميع المحافظات تدشين مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وذلك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات. وحيث بدأت المبادرة فعالياتها مع التجهيز والاستعداد لاستقبال مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مئات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وحيث خصصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ساحات مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد وسط حالة من البهجة. شهدت المبادرة أعمال تجهيز الساحات والملاعب من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية، مع توافد المصلين من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بكافة محافظات مصر. وبعد أداء صلاة العيد، وزع القائمون على المبادرة الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالاً بالعيد وإدخال البهجة عليهم. مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد، خاصة أن دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب تأتي ثمارها بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية، والتي تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري، مع توفير حياة كريمة لجميع رواد تلك المراكز. وعلى مدار أيام عيد الأضحى ترفع كافة المديريات التابعة لوزارة الشباب والرياضة درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المحتفلين بالفعاليات ضمن عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فعاليات الاحتفال بكافة مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.